حياكم الله مشاهدينا من جديد ويا مرحبا بكم ويانا، ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا في فقراتنا المميزة، بحيث تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز السلامة على الطرق بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية وصولا إلى تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية من خلال إطلاق جهاز الرادار الذكي الجديد في جميع الطرق بإمارة الشارقة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستديو الرائد محمد عبد الله علاي، مدير إدارة المرور والدوريات. صباحك خير، حياك الله. صباح يعني. النور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. الله يسلمك. الله يحييك إن شاء الله. مرحبا بك في صباح الشارقة، الله يكرمك إن شاء الله. وسهل. يعطيك الصحة والعافية. في البداية، جهود كبيرة تقومون بها في مسألة تعزيز السلامة المرورية من خلال توظيف أحدث التقنيات في مسألة أو في مجال الطرق في إمارة الشارقة. بداية نتكلم شوي، يعني ما شاء الله عليكم اليوم القيادة العامة لشرطة الشارقة مثل أي مؤسسة رائدة في حكم في إمارة الشارقة تتجه نحو التحول الإلكتروني والتحول الذكي. اليوم نشوف رادار جديدة. نعم. لما نتكلم عنها شوية من نبذة عامة عنها، عن الرادار بشكل خاص، الرادار الذكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يخفى عليكم بداية أن المخالفات السرعة الزايدة تشكل هاجس على القيادة العامة لشرطة الشارقة. نعم. خاصة من ناحية الحوادث والوفيات وما ينجم عنها طبعا من خسائر في الأرواح والممتلكات. ما في شك ان القياده العامه لشرطه الشارقه عندها اهداف استراتيجيه، من ضمن هالاهداف الاستراتيجيه جعل الطرق اكثر امانا. نعم. وايضا هناك مؤشرات اجنده وطنيه 2021 اللي هي تخفيض نسبه الوفيات على مستوى الدوله. نعم. فعليه يعني تم اتخاذ تدابير وقائيه لخفض هذه النسبه على مستوى الاماره. من هذه التدابير طبعا هي تعزيز التواجد الامني لدوريات الشرطة الموجودة في الشارع، نشر التوعية المرورية، ومن ضمنها أيضا نشر الأجهزة الذكية على مستوى الطرق الداخلية والخارجية في إمارة الشارقة. نعم. لتخفيض نسبة الوفيات وتخفيف بالتالي الإصابات. نعم. سواء خسائر مادية أو ممتلكات. نعم، نلاحظ كثير يعني رائد محمد أن بعض الجمهور اللي ما عنده ثقافة، لما بس مجرد ما تحط رادار في مكان معين يصيبهم هاجس التذمر، وليش حاطين رادارات وليش كذا وليش كذا. بس نبغى نغير هذا المفهوم. اليوم الهدف أكيد مثل ما تفضلت يعني الاستراتيجية نحن تخفيض حالات الوفيات في السنوات القادمة، وهذا دور كبير تقومون فيه. لكن خلينا نغير شوي المفهوم هذا. اليوم يعني الأشخاص اللي مو فاهمين مسألة الرادارات والرادار الذكي هذا اليوم، يعني شو معنات هذا الرادار؟ ليش حاطين هذا الرادار؟ أنت اليوم لما بتسرع هي يعني حاط في باله أن مسألة مخالفة. هي مش مخالفة فقط يعني، لكن لو نتكلم شوي عن هذا الإطار. طبعا مثل ما ذكرت لك سابقا أن الرادار يعتبر إجراء وقائي. نعم. لتخفيض نسبة الحوادث. بالضبط. إحنا أول ما يعني قبل لا نضع الرادارات على مواقع معينة وعلى طرق نقوم بدراسة الطرق والشوارع هذه. نعم. فنرجع لإحصائيات وتحليلات سابقة اللي هي عدد الحوادث وعدد. نعم. الوفيات والنقاط الساخنة اللي موجودة في إمارة الشارقة على هذه الطرق. نعم. بناء عليه بعد ما ننتهي من تحليل الإحصائيات الموجودة عندنا نشوف النقاط الساخنة اللي تتركز فيها أسباب الحوادث والوفيات على هذه الطرق. نعم. فيتم تحديد هذه النقاط ووضع أجهزة ذكية أو تدابير أخرى مثل تثبيت الدوريات المرورية. جميل. لتعزيز التواجد الأمني. نعم. فالرادار مو موجود يعني بناء يعني على هدف والله غرامة أو. نعم. هدف آخر، لا، الرادار موجود قلت لك لي يعني تعزيز المنظومة المرورية. بالضبط. وللحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق. نعم. صحيح. يعني بعض الناس ماخذين فكرة والله زيادة عدد الرادارات ومعناها غرامة علينا، لا، هو. نعم. موجود لسلامتهم أولا. صحيح. وأخيرا. بالضبط. مو بلا أي هدف آخر. صحيح. وقلت لك إحنا ما نحط رادارات على شوارع معينة إلا إذا فيها تكثر فيها حوادث أو تعتبر.
نقاط ساخنة بالنسبة لنا. صحيح. هذا هو الهدف الأساسي. جميل. وفي النهاية يعني يتم تعزيز السلامة المرورية من خلال الجهود اللي تقومون بها الرائدة محمد. لكن لو نتكلم شوي بشكل مفصل عن الرادار الذكي، شو اللي يميز هذا الرادار عن الرادارات القديمة؟ طبعا الرادارات الأخيرة اللي هي عددها تقريبا 30 جهاز تعتبر من أحدث أجهزة الرادار الموجودة على مستوى الدولة، بسبب عدة مميزات تتميز في هذه الرادارات وعدة خواص. من هذه الخواص طبعا اللي هي تصوير مشاهد حية أو مقاطع فيديو للأحداث التي تقع في على نفس الشارع ونقلها إلى غرفة العمليات، يعني الراقب الشارع من خلال المقاطع الموجودة وتسجيلها بشكل مباشر. بشكل مباشر. طبعا ما تم الربط إلى الآن، في مرحلة لاحقة بنعلن عنها. يعني تخصيص الخاصية هاي قصدي عفوا، ونقلها إلى غرفة العمليات تفعيلها عفوا. أيضا من المميزات اللي تميز الرادار أن قوة وضوح الصورة تقريبا 16 ميجا بكسل، يعني الصورة دقيقة وواضحة جدا أثناء التقاط الصور في المخالفات السرعة أو المخالفات الأخرى. من المميزات أيضا سعة التخزين في هذه الرادارات تقريبا 1 تيرا تقريبا سعة التخزين الموجود فيها. أيضا يقدر الرادار الذكي يضبط مسافة 300 متر قبل الرادار. قبل الرادار. أيوة. 300 متر تقريبا. جميل. والصورة تكون طبعا واضحة 100%. يعني هذه أعتقد خطوة مهمة، لأن الناس قبل الرادار كثير من الناس تحفظ أماكن يخفف السرعة قبل الرادار. حكم أنه يدارك الغرامة أو نعم هو مسكين ما يدري، هو يخفف وما أخذ مخالفة وما أخذ مخالفة. بس الرادار يعني الميزة الجيدة اللي فيه أنه يضبط قبل مسافة 300 متر. بس أول ما يوصل قريب الرادار طبعا يبدأ الفلاش، فهو يعني يفتكر أن المخالفة كانت عند الرادار. لا، هي قياس سرعة الضبط تبدأ قبل 300 متر. أيضا من المميزات طبعا ما تم تفعيلها إلى الآن، بيتم تفعيلها إن شاء الله على مراحل أخرى، اللي هي يعمل على نظام 3G أو الجيل الثالث، بحيث بتنقل عقب المخالفة على نظام المرور الاتحادي دايركت. يعني مثل أنت أول ما تتخالف الحين تروح للمخالفة لإدارة مرور الدوريات وتم إدخالها خلال 48 ساعة. يمكن تتأخر. بس في مراحل لاحقة إن شاء الله بيكون دايركت، يعني نفس الوقت المخالفة وتسجل نفس الوقت. نعم. إحنا عندنا في مراحل أخرى إن شاء الله. عندنا مداخلة راد محمد من الأخت سميحة من رأس الخيمة. صباح الخير يا أخت سميرة. سميحة عفوا. صباح النور والسرور، أشكركم على البرنامج. الله يسلمك يا سميحة. سميحة أنت عندك سيارة؟ إيه. عليك مخالفات؟ لا. هذا السؤال يعني. ما شاء الله عليك. تفضلي يا سميحة. تفضلي. عندي سؤال سعادة الرائد. تفضلي. شو هي مخالفة الراقب اللي قال السائق؟ تقصدين حزام الأمان؟ هي. إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ ما عاد تسأل الأخت سمية طبعا عن حزام الأمان بالنسبة لي. طبعا مخالفة حزام الأمان هي تقصد أظني عن طريق الجهاز الذكي الرادار. نعم. المخالفة تتم أثناء ضبط السرعة. نعم. يعني إذا ضبط الرادار الذكي إحدى المركبات أثناء يعني تجاوز السرعة الزايدة بناء عليه عند إدخال مخالفة. نعم. يتم التأكد من عدة مخالفات، منها حزام الأمان والهاتف. نعم. في الصورة نفسها. في الصورة نفسها. نعم. يعني بعض الجمهور إحنا يوم أعلننا من بعض مميزات الرادار إنه يصور مخالفات الحزام او مخالفات استخدام الهاتف، لا بتكون المخالفه اثناء ضبط السرعه. نعم. بناء عليه وقت الادخال بيتاكد العسكري غير السرعه هل بيكون رابط حزام. نعم. او لا. نعم. طبعا المخالفه بتكون للسائق الامامي، السائق والراكب الامامي اللي هو المرافق. اللي في الخلف طبعا صعب، يعني بعض الجمهور يسالون كيف الرادار بيشوف الركاب اللي في الخلف. لا، هي المخالفه بتكون على السائق بالدرجه الاولى. نعم. والراكب اللي المرافق الامامي. على السائق طبعا الغرامه بتكون 400 درهم. نعم. غرامتها على اللائحه الجديده واربع نقاط. بخصوص المرافق تسجل المخالفه 400 درهم بدون نقاط. يعني زين وضحت الصوره من خلال طبعا هذا اللقاء، وضحت الصوره لكل من يتابعنا ان الرادار الذكي شو هو وكيف ممكن انه يزخ الناس، يعني في النهايه يعني لمصلحه الجمهور ومستخدمي الطرق وحفاظ سلامتهم. يعني راد محمد عندنا مداخله من شهد من عجمان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. حياك الله. الله يحييك، صباح الخير.
صباح النور يا شهد. يعطيك العافية. بالنسبة لسؤالي بسألة للرائد هل هناك انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث أو الوفيات يعني بعد ما قاعدين يطورون أجهزة الرادارات؟ نعم. في نتيجة ملحوظة يعني ولا؟ شكرا. يعطيك العافية. يعني اليوم مع التقنيات الحديثة ومع الرادارات اللي نشوفها ذكية في إمارة الشارقة في مختلف المناطق التابعة لها، هل لاحظتوا يعني انخفاض في مسألة الحوادث أو في عدد الحوادث في إمارة الشارقة؟ طبعا هذا أشكر الأخت على السؤال، يعتبر بالنسبة لنا سؤال مهم. نحن طبعا ركبنا الرادار تقريبا بكمل الحين مدة شهر، بداية شهر 7 فلين بداية شهر 8 تقريبا شهر كامل، فإذا بنقيس على هالشهر كان معدل الوفيات على الطرق اللي حطينا عليها الرادارات في إمارة الشارقة 10 حالات وفاة عندنا في شهر 6. في شهر 7 أول ما ركبنا الرادار لليوم كملنا شهر 3 حالات وفاة، يعني انخفض تقريبا 70% ما شاء الله على هالطرق. نتكلم طبعا اللي عليها الرادارات اللي هي شارع الإمارات، شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع مليحة، وطريق الذيل، وشارع الشيخ خليفه. جميل ما شاء الله. فهل الاحصائيه طبعا خلال شهر، واحنا نتوقع ان شاء الله الاحصائيات تنزل في المراحل. هذا اللي نتمنى ان الجمهور يكون واعي لهي الاحصائيات. يعني اليوم 70% في خلال شهر يعتبر انجاز، يعني ان في هذه الطرق او المناطق اللي ذكرتوه فيها، ان اليوم الرادار يا اخي يحميك، يحمي غيرك، ارواح يعني اشخاص اخرين، وانت واسرتك وعائلتك. ذكرت رادم محمد ان قبل 300 متر الرادار ممكن يصور السيارة بوضوح تام، لكن هل ممكن يصور ما بعد الرادار مثلا؟ ولا ما في هذه على حسب طبعا اتجاه الرادار. انت لو تمشي مثلا على احد الشوارع بتحصل رادار جهة السائق، الرادار العقبة بتحصله بالعكس، فكل رادار له خاصية معينة تختلف. يعني الرادار اللي بيكون عكسك في الخلف بيضبط أكثر شيء مخالفات السرعة وعدم ترك مسافة كافية. بالضبط، لأن لازم يكون وجه الرادار معكوس في الجهة اللي في الخلف. المسافة كم بين المسافة السيارة؟ بتكون 5 متر تقريبا بين السيارة والسيارة اللي في الأمام. بعض الجمهور يسألون في مواقع التواصل الاجتماعي ان كيف الرادار بيقيس المسافه. طبعا ميزات الرادار انا يمكن ما ذكرتها في السؤال الاول، انه يتميز في جهاز ليزر يقيس المسافات بين المركبات ويقيس الارتفاع بخصوص الشاحنات. يا سلام. لان في من ضمن ميزات اي شاحنه تطلع في اوقات مخالفه الرادار في جهاز ليزر يقيس ارتفاع اساسي يميز الشاحنه عن السياره الخفيفه. بالتالي بيتم مخالفه الشاحنه اللي مشت في اوقات غير اوقات الذروه، وايضا بخالف المركبات اللي ما خلوا مسافه امان كافيه اللي هي 5 متر. فبيصور رادار اللي في الخلف السياره اللي خلف السائق بمخالفه تقريبا قدرها 400 درهم واربع نقاط. وطبعا هالمسافه احنا قصرناها، المفروض هي تكون مسافه اكبر كمسافه امان على سرعه تقريبا 20 او 15 متر. احنا نزلنا المسافه وصلناها ل 5 متر لان المخالفات يعني بتكون بتزيد بشكل يمكن غير متوقع. صحيح. وبعدين الضبطيه بتكون على سرعه الشارع، يعني في احد الجمهور يستفسر يقول يعني في حال ازدحام الشارع واقف او في حال صار حادث في الامام، بالتالي ما بتكون هناك مسافات بين المركبات. لا صحيح، احنا نقول بيبدا جهاز الرادار الضبط بعد سرعه الشارع، يعني سرعه الشارع فرضا كان 100 كيلو متر في الساعه بيضبط بعد ال 100 المسافه هاي جهاز الليزر بخالف الشخص اللي في الخلف. جميل. نحن دائما ننصح يعني سائقي المركبات باخذ الحيطه والحذر وترك مسافه كافيه بين المركبات، اضافه الى الالتزام. يعني الالتزام مهم بالنسبه للالتزام بسرعه الشارع نفسه حتى لو ما كان في رادار في هذا الشارع. أكيد. طبعا عندنا مداخله من شهد من ابو ظبي. الو، السلام عليكم يا شهد. وعليكم السلام والرحمه. حياك الله. عندي سؤالين. تفضلي. أول شيء شو أهداف التوعية المرورية؟ كيف شو الأهداف يعني؟ أهداف شو؟ التوعية المرورية. توعية. التوعية المرورية. يعني إذا ما في توعية مرورية يعني آخر السنة لابد ترمي تجددين سيارتك لأن مخالفات وايد. سيارتك قد شو اسمه تكون في الشبج ما تقدرين تحصلينها. يعني أمور كثيرة يعني شو اسمه؟ سؤالك الثاني شو هو؟
السؤال الثاني، هل الرادار الذكي يضبط مثلا الاطفال لما يرسون الامام او نعم. التحدث عبر الهاتف؟ نعم نعم ان شاء الله. شو المخالفه، شو المخالفه يعني على هالشيء هذا؟ كم قيمه المخالفه؟ قيمه المخالفه يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا شهد. طبعا السؤال الأول بالنسبة للتوعية المرورية وأهميتها بالنسبة لمستخدمي أو سائقي المركبات في الطرق، والسؤال الثاني كان عن الرادار الذكي بالنسبة للأطفال، يعني كثير من الأطفال يسون في يعني في المقعد الأمامي وما يلتزمون بالحزام حتى، فهنا وقيمة المخالفة بالنسبة للأطفال إذا يلتزموا في المقعد الأمامي. بخصوص السؤال الأولي، ما في شك أن التوعية تلعب دور كبير في إيصال الرسالة المرورية لمستخدمي الطريق، ومن خلالها أيضا نستطيع أن نوصل جميع رسائلنا سواء مبادرات أو الإجراءات التي تقوم بها القيادة لشرطة الشارجة لتوعية الجمهور، ومن خلالها أيضا نحن نتمنى مشاركة جميع شرائح المجتمع في نشر هذه الرسالة المرورية، بالنهايه قلت للحفاظ على سلامتهم وسلامه الاخرين، فاكيد التوعيه لها دور مهم. نعم. قبل اي اجراء نقوم فيه، يعني حتى اذا في عندنا حملات مروريه، عندنا انظمه ذكيه نعلن عنها. نعم. اذا ما كان في رساله توعويه للجمهور يعني بيكون في نقص من جانبنا احنا. نعم. ف يعني موجودين القياده العامه شرطه الشارجه من اهداف الاستراتيجيه يعني على كافة وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرسالة هذه. نعم. الأطفال طبعاً. نعم. هو مال الأطفال يعني. نعم. اللي هم كم السن المسموح داخل السيارة قدام؟ قدام 10 سنين. 10 سنين. فما فوق. تحت 10 سنين طبعاً يتخالف. يتخالف. نعم. شو هي المخالفة تكون؟ جلوس الأطفال دون السن العاشرة في. نعم. المقعد الأمامي. نعم. هي كانت تسأل عن التليفون. نعم. في الأجهزة الذكية طبعا أعلننا في المرحلة هاي الثانية. نعم. أنه يتم مخالفة السائق. نعم. في حال ضبطناه على السرعة طبعا. نعم. حتى لو كان حاط سماعة مثلا؟ لا، ولا حاط سماعة. لا، أنا بوضح للجمهور. نعم. بتكون مخالفة استخدام باليد أثناء القيادة. نعم. لأن إحنا إذا كان في شك 1% في المخالفة ما راح ندرجه، يعني. نعم. مثل حاط سماعة تستخدم التليفون على الأذن، يمكن الصورة ما تكون دقيقة في حال. نعم. وضع التليفون وتتكلم، فإحنا يعني أكدنا على في الميزة هاي أن استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة. نعم. وجربنا على مدى شهر كانت الصور كلها واضحة 100%. ما شاء الله. أما استخدام السماعة وإذا حاط التليفون مثلا بالإذن يمكن الصورة ما تكون دقيقة 100%. نعم. جميل. فعساس ما يكون فيها أي شك. نعم. تكون المخالفة صحيحة 100%. نعم. وقيمة المخالفة طبعا بتكون 800 درهم، استخدام الهاتف باليد او انشغال بغير الطريق 800 درهم وست نقاط مروريه. نعم. تحتسب على السائق. نعم. راد محمد، نصائح اخيره بس لمشاهدينا الكرام اللي يشاهدونا قبل ان اختم. انا احب اوجه نصائح للاخوه المستمعين والاخوه المشاهدين، اتمنى الالتزام بعلامات وارشادات المرور، بالنهايه الاجهزه الذكيه او المخالفات التي تحرر من قبل الدوريات وجدت لمصلحتهم، وهي. نعم. تعتبر. نعم. تدابير وقائيه للحفاظ على سلامتهم وعلى سلامة الآخرين، ومثل ما قلت عندنا أهداف استراتيجية تخفيض نسبة الوفيات وتخفيض الحوادث على هالطرق، وأبين لهم أن يعني هالرادارات وضعت على أرقام وإحصائيات، يعني إحنا. نعم. فعلنا مادة اللي هي عدم ترك مسافة كافية، لأنها كانت من أعلى مسببات الحوادث عندنا. نعم. عدم. نعم. ترك مسافة، يعني تقريبا أنا تكلمت ويا الأخ حسن يعقوب على البث المباشر. نعم. يعني ما يقارب 21800. نعم. خلال النصف الأول من 2017 كان أسباب الحوادث عدم ترك مسافة. نعم. ونتج عنها تقريبا 44 إصابة. نعم. فبالتالي احنا فعلنا هالمواد بناء على إحصائيات وأرقام. نعم. لم توضع عبثا. نعم. فأتمنى من جميع الأخوة السائقين الالتزام بعلامات وأرشادات المرور والالتزام بالسرعات المحددة على هذه الطرق وربط حزام الأمان أثناء القيادة. نعم. وترك مسافة كافية بينهم بين المركبات اللي في الأمام،
وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق أكيد بالنهاية لتحقيق هذا الهدف. نعم نحن نتمنى السلامة للجميع. طبعا الرائد محمد يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكرا لك. وأنا أشكركم على الاستضافة. شكرا. الله يسلمك ويعافيك. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للرائد محمد عبد الله علاي مدير إدارة المرور والدوريات على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا في فقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل تريونا.